السلام عليكم. توفي قبل قليل نائب برلماني جزائري بسكتة قلبية مفاجئة، ويتعلق الأمر بالأخضر دهيمي نائب عن ولاية المسيلة. وحسب الأخبار المتداولة فإن الفقيد كان يشغل في السابق مراقب شرطة ورئيس الوحدات الجمهورية للأمن الوطني. هذا وتقدمت رئاسة المجلس الشعبي الوطني بأحر تعازي لعائلة الفقيد في بيان نشرته قبل قليل، جاء فيه: تلقيت ببالغ الحزن والأسى وبتأثر شديد نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السيد الأخضر دهيمي نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي وافته المنية والتحاقه بالرفيق الأعلى. وإثر هذه الفاجعة الأليمة لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلة المرحوم وإلى ذويه باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، متضرعا إلى المولى عز وجل بأن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويجزل عليه بكرم عفوه ومغفرته. إنا لله وإنا إليه راجعون.